ظلت الأسواق الشعبية الأسبوعية تحافظ على روادها، وهذا رغم الانتشار الكبير للمحلات والمراكز الكبرى. التفاصيل مع كمال بوزعبيد وحميد عواتي. الأسواق الشعبية الأسبوعية بعنز مشان تشهد مع اقتراب شهر رمضان حركية كبيرة وانتعاش في النشاط التجاري، حيث لا تزال هذه الأسواق التقليدية تحافظ على روادها رغم المنافسة الكبيرة للمحلات والمساحات التجارية الكبرى. الناس هادو راهم يلقوا لوكازيون نتاعهم هنايا في السوق هذا شويه مونشير على الحوانيت، على الناس تقارع على هذه السويقات على الاثنين هذه هنايا. يعمروا كل شيء. وفرة البضائع وانخفاض الأسعار هي الثنائية التي تساهم في جذب المواطنين، والسر الذي جعل هذه الأسواق تصمد أمام المحلات والمراكز التجارية الحديثة. جونا للسوق باسكو الأسعار راهي تساعد المواطن، أنا واحد من هذو المواطنين. راك تشوف لو بري في الحوانيت ولا هنا ديفيرونس كبيرة. هنا تساعد المسكين، سواء خضره سواء قش كما راكم تشوفوا الاحذيه. راه جاي هذا الموسم تاع رمضان، سينا رمضان ان شاء الله، الانسان يحوس كاش ما يقصش على روحه. ما هي الانسان وين تمشي تشري؟ بس هو راه موجودين في كل بلاصه. رغم حاجتها للتطوير والاهتمام من قبل الباعة وضرورة تشديد الرقابة على ما يعرض فيها من مواد غذائية لضمان صحة المواطن، تبقى الأسواق الشعبية تقاوم الزمن وتثبت قوتها أمام رياح العصرنة.